أنا خديجة بيومي، منسق برامج بالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي. المؤسسة متواجدة النهاردة في معهد القاهرة الدولي للزفاف لتقديم التوعية والمعلومات اللي تفيد كل سيدة وكل فتاة بخصوص صحة الثدي، وإزاي تكتشف المرض المبكر، إزاي تفحص نفسها، وإيه خطوات الاكتشاف المبكر. وكمان بنقدم خدمة الماموجرام أو أشعة الماموجرام هدية لكل السيدات فوق سن 40 طوال شهر مارس بمناسبة عيد الأم. رأي حضرتك في المعرض؟ المعرض يعني التنظيم كويس والإقبال يعني معقول الحمد لله. احنا ممكن نكون يمكن ده أول معرض للزفاف ننزله، لكن سبق إن احنا نزلنا في معارض مختلفة قبل كده. لا، نسبة الحضور كويسة وفي اهتمام ان هم يسألوا برضو ويعرفوا اكتر عن الموضوع. كلمة زوار المعرض؟ لا، بتمنى زوار المعرض يزورونا في معرض القاهرة الدولي للزفاف. احنا لسه متواجدين لغاية 28 مارس، وزورونا في الجناح المؤسسة لتعرفوا معلومات تهمكم وتفيدكم ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لحضرتك.